يا هلا وسهلا، تعالوا وياكم. راح نسوي غدانا اليوم شاورما بصدور، وراح استخدم فيها قلايتي هوم إلك من قصر الأواني. عندي هنا صدور غسلتها ونظفتها، وتعالوا نتبلها. راح اتبل صدور. عندي هنا ثوم مهروس، وعندي ليمون، ملح وفلفل أسود، زيت زيتون، وعندي هنا بابريكا، بهار عثماني، وبودرة البصل. حلو تحطون بعد بودرة ثوم، لكن للأسف ما عندي. راح أحركهم كلهم مع بعض. عندي الدجاج صدور، بعد ما فركتها بكل المكونات راح أغطيها وأتركها تقريبا نص ساعة، ساعة، ليلة كاملة، على حد على قد ما تقدرون. طبعا راح أسخن القلاية تقريبا 3 إلى 4 دقائق قبل ما أبدأ باستخدامها. طبعا عندي عدة خيارات، يبي يكون من ضمنها خيار الدجاج. سخنت عندي القلاية، وهو اختياري انكم تحطون ورق زبدة يساعدكم بالتنظيف. راح احط صدور الدجاج، طبعا هي فيها زيت زيتون ما يحتاج اني ارشها. مثل ما قلت لكم اخترت خيار الدجاج، وراح اقفل عليها واتركها، وبين فترة وفترة اقدر افتح واقلب واشوف اشيك، ونرجع لكم بعدين نسوي الساندوتش. مثل ما قلت لكم نقدر نفتح ونشيك. تبارك الرحمن، الريحة تجنن. طبعا لساتي بتاخذ لها شوي بعد. تعالوا نشيك انا وياكم على الدجاج. لاحظين تبارك الرحمن، انا ودي بس تشمون الريحة. مشوي مشوي صدق، اصلا على قولتهم الصورة تحكي. شوفوا، شايفين اللون؟ يلا بطلعها اقطعها ونبدأ. قطعت الشاورما مثل ما انتم شايفين، وعندي هنا الاضافات. كل واحده تحط الاضافه اللي تبيها، مخلل، شرايح طماطم، شرايح بصل ابيض، وبقدونس، وعندي هنا ثوميه سبق وسويتها انا وياكم، وعندي هنا بطاطس مقلي. انتم سووا اللي تبون. احلى بالشاورما الخبز العربي، وافتحوها يعني لا تحطونها طبقتين كامله، لا، طبقه واحده تطلع ألذ، وتستمتعون بطعم الحشوه اللي داخلها.